يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كنت مع أهلي في رمضان الماضي في قريتي وحولنا جبال. كنت مع أهلي في رمضان الماضي في قريتي وحولنا جبال، فلما غابت الشمس خلف الجبل مباشرة أذنت وأفطر بعض أهلي ولم يؤذن المؤذن إلا بعدي، فما الحكم في ذلك؟ حكم إذا كنت أذنت قبل الوقت وأفطرتم فلا بد من إعادة اليوم، لأنكم أفطرتم قبل تمام اليوم وقبل غروب الشمس، ما هو بالكلام على تواري الشمس بالجبل أو بالمبنى أو بالعمارة، الكلام على تواريها في الأفق، تواريها في الأفق، هذا هو وقت الإفطار. نعم.